في إطار مبادرة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالقيروان مأدبة إفطار جماعية بالمركز المندمج للطفولة بحفوز. عاملين لما كصغيرة باش نحتفل بعيد رمضان. والله يعني حسب رأيي لما هيك مزيانة والماكلة في رمضان خير برشا، واللي عجبت ماذا بيه ديما لميتك في رمضان. كما اليوم دي سي بنان تفاح. شنو رايك اليوم في اللمه هذه الناس اللي جايه؟ باهيه اللمه التقليديه باهيه. اطار تواصل الاجيال معناتها الشعار تخدم عليها الوزاره هو تواصل الاجيال معناتها في المناسبه هذه مناسبه شهر رمضان. احنا بالنسبه لنا معناتها زياره اليوم هي زياره تضامنيه ساعه مع الاطفال، معناتها هو عشاء تضامني معاهم في اطار تعزيز مشاعر التواصل. اجواء اسريه ميزت هذه المأدبه لفائده الاطفال مكفولي الدوله. شاركهم فيها مجموعة من كبار السن وثلة من المسؤولين الجهويين، تخللتها أمسية تنشيطية أدخلت البهجة على قلوب الأطفال وكبار السن على حد سواء. باهي خلاص خلاص عجبتني عجبتني بالكدية بالكدية، ومن اليوم مش بعت بالماكل باهي. أول مرة ما عندي زوج صغيرات ولاد بنتي تامة مقيدينهم لهنا ويكل مرشدين يوكلوا واللباس عاملين معاهم الباهي. مركز متميز، مركز تبارك الله، معناها تحس روحك في حاجة مريحة، حاجة تقدر في إضافة، تنجم تقدم إضافة، نحافظوا عليه. وإحنا اليوم في الإطار هذا جينا في إطار مشاركة مأدبة إفطار مع الأطفال المركز، في إطار تواصل الأجيال مع المسنين والمتعقدين، حاجة باهية، حابين نجي نشاركوهم ونحسوهم أن راهو الدولة موجودة. هي مبادرة طيبة تندرج في إطار برنامج الوزارة حول تواصل الأجيال وخلق أجواء أسرية بينهم تحت شعار في رمضان يحلو التواصل بين الأجيال لترسم أبهى صور التضامن والرحمة خلال الشهر الفضيل.